شكرا حضرتك يا دكتور والله، وكتر الف خيرك وحياة ربنا. انا مبسوطه اني شفت حضرتك النهارده، والله انا مبسوطه قوي بجد. اول ما الصبح كده استوحت على وش حضرتك. الله يسعدك، انت اللي الشخصية طيبة، علشان كده احنا بنلتقي مع ربنا الناس الطيبين اللي زيك كده. انت اخبارك؟ الحمد لله تمام، فاكراني؟ اتشرفت بيك، اتشرفت بيك كتير والله، والله اتشرفت بيك كتير الله يسعدك، ربنا يحفظك، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. والله العربي، والله لو عارف بيسجلوا الحلقه دي ازاي لاسجلها، اكيد الفيديو ده هيبقى متسجل، لا هخليه مش همسحه. والله انت احلى حاجه النهارده حصلت لي، اقسم بالله ربنا كنت يسعدك، قاعده حزينه، فالحمد لله دخلتك بالدنيا كلها. ربنا يسعدك يا رب يا مريم، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا مبسوط ان انا بتقابل مع ناس طيبين كده، واكون سبب في تغيير حياه انسان، دي احلى حاجه في حياتي يعني، او اجمل حاجه في الكون يعني كلها. بقول لك لو هكتب لك روشته هكتب لك فيها كلمتين، هكتب لك فيها ممنوع العصبية، ما تسمحيش لأي حد بأي حال من الأحوال إن هو يعصبك، لأنك أنت اللي هيجيلك الضغط، أنت اللي هيجيلك السكر، أنت اللي هيجيلك القلب، أنت اللي هتموتي في النهاية، أنت اللي هدنك نحيفة ومعصعصة ومحدش هيبص عليكي. هو بتقول لك جبت من الآخر. تمام.